سرطان الدم اللي بيصير هو بالعاده عباره عن فقدان لسيطره الخلايا على انفسها، وبتصير الخلايا بتقدر تنقسم بشكل كثير كبير. وهذا اللي بيصير ببلش بقى ينتقل لاجهزه عضويه اخرى، وهذا هو اللي بسبب الوفاه من هذا المرض. خلينا نحكي عن المرض بحد ذاته اللي هي اصيبت فيه، اسماء الاسد اللي اصيبت فيه. اللي اصيبت فيه هو اسمه AML. المرض هذا بشكل طبيعي ممكن يظهر عند الاشخاص بطريقه كثير طبيعيه وبطريقه جديده، يعني الشخص من جيناته صار في ضرب جيني ظهر عنده هذا المرض بسموه ديلوغو او جديد، مرض السرطان الدم الجديد AML. له انواع عده وله اسباب عده، وممكن يكون الضرب موجود في عدة أماكن في الجينات، ولكن بحالة أسماء الأسد هناك شك أن يكون هو دي نوفو، أن يكون هو عبارة عن أسباب جينية جديدة لديها. وإنما لأنها كانت مصابة بسرطان الثدي ولأنها تم علاجها بالكيماوي والشعاعي، فهدول العلاجات معروفة عن قدرتها أحيانا للأسف بإنشاء سرطان لأن الخلايا الطبيعية ما بتتحمله، فبيصير المواد الكيماوية بتضرب الجينات مثل ما حضرتك ذكرت، وتصير بتضرب المادة الوراثية الموجودة بالخلايا الطبيعية وبتحولها لخلايا سرطان. هذا السرطان بقى الجديد المتسبب بسبب العلاج الكيماوي، طبعا نحن ما عندنا معلومات أكيدة، ولكن عندنا المعلومات المقتضبة الموجودة من البيان بتوجينا انه ممكن يكون هو السبب العلاج الكيماوي اللي هي تعالجت منه. هلا ليش هذا الشيء مهم للمتابعين ليفهموا علينا بطريقه بسيطه؟ نعم. هذا الشيء مهم لانه حضرتك ذكرت والمونيتور ذكر يخفف من نسبه النجاح او العلاج او المعافاه منه. هلا بالنسبه للارقام مشان نبسط الامور بشكل كثير بسيط كمان، في عندنا وسطيا اذا كان سرطان الدم حديث بشخص بعمر 48 سنه مثل اسماء الاسد نسبة النجاح فينا نقول 30%، ولكن بحالي مثل حالي الإصابة بسرطان الدم بسبب العلاج الكيماوي بتنخفض إلى مقدار النصف تقريبا، يعني نحن عم نحكي عن 15% نسبة نجاح. طبعا هذا الشيء برجع بقول يعتمد على المعلومات المقتضبة اللي بين إيدينا. لما عم بحكي مع السوري بيقولون شفناها عم تضحك وعم تتغندر وعم تتمكش وعم تلبس ازياء وكذا وهالقصص كلها ونزل العالم وعم يتبوس وهالقصص، اذا كانه كذبه وهذا يعني خلى العالم تشك. انا جوابي كان دائما انه لا، فيك يكون معك سرطان الدم وما لك حاسس على حالك، وحتى ما لك حاسس حتى بالتعب، ولكن هذا بيكون بالمراحل البدائيه. المشكله انه هون بقى بلش التناقض، صرنا نشوف اشياء ما بتترابط مع اللي حاسينه. لذلك اذا كان الخبر صحيح واذا كانوا ما عم يكذبوا علينا مثل العادي، ف الحالة تبعيتها مع أعراض سريرية، هذا يعني أن هناك تفاقم في الحالة، وحتى نسبة 15% لن نقضيها في هذه الحالة.